مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. النهاردة حلقة عن التاريخ والآثار من يوميات مرشدة سياحية. طيب هنتكلم على حاجات كده إحنا ممكن بنفهمها غلط، يعني مش بنناشد الناس اللي هم طلبة آثار أو مرشدين سياحيين، لأ بنناشد بس اللي هم الناس العادية. طيب لما احنا بنبقى مثلا معديين، هتكلم النهارده عن القلعه، اي حد معدي من صلاح سالم هيقف عند القلعه ويقول ايه ده، هي دي القلعه؟ تمام. طيب هنا لما انا هعدي من عند الصوره دي وهشوفها هقول ايه؟ هقول دي القلعه. مظبوط، دي اسوار القلعه اللي بناها صلاح الدين الايوبي، تمام، لما جه ايام الدوله الفاطميه. طيب دي ابراج، عندي ابراج مستديره وعندي ابراج دائريه. الابراج الدائريه هو اللي بناها صلاح الدين الايوبي، لكن الابراج المستطيله بناها الكامل، والكامل ده اللي هو ابن اخو صلاح الدين الايوبي، تمام. ففي ناس تانية بتختلط بيها الامر، ان هم لما بيشوفوا جامع بيبقى ظاهر من على القلعة واحنا معديين بيقولوا ايه؟ دي القلعة. لا غلط، مش مظبوط الكلام ده، دي مش القلعة، ده الجامع. الجامع اللي بناه محمد علي، اوكي. طيب الجامع ده مش القلعة، القلعة كانت مقر للحكم من اول ما دخلت الدولة الايوبية، تمام. فبعد ما دخلت الدولة الأيوبية ابتدت القلعة تبقى مقر للحكم من خلال أول واحد حكم هو الكامل ابن أخو صلاح الدين الأيوبي من داخل القلعة. طيب بعد كده ابتدت المماليك برضو الحكم من القلعة. بعد كده بعد المماليك جت طبعا الدولة العثمانية ومحمد علي. فلما محمد علي جه ودخل وحكم، حكم من نفس المكان ده اللي هو فيه المسجد. يا ريت بس نشوف صورة المسجد اللي هو مسجد ايوه، لما حد يعدي من عند الصورة دي في ناس كتير بتتلخبط جدا وتقول دي القلعة. لا دي مش القلعة، ده مسجد محمد علي اللي بناه محمد علي وهو مدفون جواه، عامل ضريح ليه جوه جميل جدا. بعد كده كمان كان عامل القصر بتاعه اللي هو قصر الجوهرة، ده كان قدام الجامع، ده المكان اللي هو عايش فيه محمد علي واسرته واهله. طيب القلعه فضلت مقر للحكم فتره كبيره جدا، لحد امتى؟ لحد لما جه الخديوي اسماعيل ونقل مقر الحكم من القلعه لقصر عابدين. ففضلت الدوله ففضلت القلعة فضلت القلعة مقر للحكم حتى الخديوي اسماعيل لما جه ونقل الحكم من القلعة لقصر عابدين، تمام كده. طيب هنتكلم شوية عن القلعة. القلعة طبعا دي مبنية جنب على هضبة عالية من جبل المقطم، تمام، واللي قلعة معناها يعني مكان من الحكم، مكان انا بحكم منه. وكمان القلعة كانت، طيب هناخد فاصل. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادتك معانا. سعدنا ان ارحب بضيفتنا اليوم الاستاذة كريمان حرب، مدير التسويق ومبيعات بمجموعة فنادق كبرى والتي تعمل بمجال الارشاد السياحي. اهلا بحضرتك يا استاذه، نورتنا. انا استاذه كريمان من المدارات الشبابيه الجميله اللي انت بتحب اللي بتحب بلدها، وبتعملي تنشيط سياحي في فتره قصيره، عملت تغطيه لاماكن كتير في فتره قصيره. فعايزين نعرف من حضرتك النهارده انت ابتديتي ازاي. تمام يا فندم. هو انا اصلا مجال دراستي بعيد شويه عن السياحه، انا خريجه اكاديمي account management، بس انا بعد التخرج مباشره اخدت كورس ارشاد سياحي
وحبيت مجال السياحة، فابتديت الموضوع بقى، اشتغلت كأوتيلير في الفنادق، والموضوع جه معايا عن طريق ان انا بسافر كتير، بغير جو اكتر من مرة في السنة. فقلت طب ليه ما اوثقش الموضوع بشكل كويس وابين جمال بلدنا، يعني ان انا اوثق للناس الموضوع بتصوير وريفيوهات، وفي نفس الوقت اساعد على تنشيط السياحة. فالفكرة ابتدت بقى معايا من هنا. جميل. طيب ايه الاماكن اللي انت شفتيها في مصر بتتنافس مع الاماكن اللي بره؟ والله يعني انا بالنسبه لي ومصر ما تتقارنش باي مكان في العالم. معقوله؟ في كل حاجه طبعا. طب زي ايه؟ يعني انا هقول لحضرتك حاجه، احنا اولا المناخ عندنا والطبيعه، مفيش دوله في العالم المناخ بتاعها زي مصر. احنا يعتبر عندنا طول السنه بنقدر نشتي ونصيف، ويعني الموضوع عندنا في الجو سبحان الله. صح. فدي ميزه طبعا في مصر، يعني في الشتاء بنقدر نروح الاقصر واسوان، لحد شهر 12 بنقدر نروح شرم الشيخ بيبقى الجو كويس. برضو في الصيف بنقدر نروح الغردقه والاماكن الجميله اللي حواليها من منتجعات زي المجادي وسهل حشيش. فعندنا الموضوع في مصر مختلف تماما عن اي دوله. حتى لما حصلت عندنا ظاهره كده في سانت كاترين، ظاهره الجليد، كانت عندنا ظاهره بالنسبه لنا حاجه غريبه. ايوه، مع انها عندهم، مع انها في دول ثانيه كتير موجوده. فاحنا في مصر ما ينفعش نقارنها باي دوله. لو هنتكلم في كل حاجه، بلدنا احسن بلد. يعني لو هنتكلم من حته الشواطئ، عندنا اجمل شواطئ في العالم. مزبوط. زي الشواطئ اللي موجوده في مرسى علم، شاطئ حنكروب مثلا مشهور جدا بحاجات جميله وشعاب مرجانيه وحاجات نادره. برضو موجود عندنا غير الشواطئ محميات طبيعيه برضو مش موجوده في اي مكان في العالم. عندنا جزر بتضاهي جمالا جزر المالديف، اللي هي من اشهر جزر في العالم. تمام. عندنا برضو في الغردقه جزر جميله جدا، بس لمسه بسيطه كده هتبقى في المنتجعات السياحيه، هتبقى في نفس مستوى جزر المالديف، زي جزيره اورانج وبارادايس وجزر كتير موجوده في الغردقه. طيب ممكن الصور؟ طب في صور حضرتك جايباها؟ طبعا. طيب ممكن ننزل، ممكن نشوف الصور؟ طبعا يا فندم، اتفضلوا اعرض الصور. استاذ ادهم بس يعرض لنا الصور ان شاء الله. اوكي، ممكن حضرتك تكلمينا على الصور يا فندم؟ تمام يا فندم. طبعا احنا كده دي جزر موجوده في مدينه الغردقه، زي جزيره اورنج وبارادايس زي ما قلت لحضرتك، دي بتعادل جمال جزر المالديف، من اجمل جزر الموجوده في العالم. ممكن بقى صوره ثانيه. تمام. ده اكوا بارك موجود في شرم الشيخ، اللي هو اكوا بارك بلو. ده فيه العاب كتيره جدا، حوالي 44 لعبه مائيه، ومن اكبر الاماكن اللي موجوده في شرم الشيخ دي الاكوا بارك بلو. برضو نفس الصوره، حلوه جدا، جميله جدا. إيه؟ طبعا ده المسجد الصحابه اللي موجود في شرم الشيخ، برضو جميلة شرم في السوق القديم. قوي شرم الشيخ من اجمل الاماكن. انا مرحتهاش بصراحه، نفسي اروحها. لا لازم تروحي اكيد، بعد اللي انت تشوفيه ده لازم تروحي. ده متحف شرم الشيخ السياحي، ده لسه طبعاً مفتوح من قريب، ده في 2020. وفي حوالي 5200 قطعه وثلاث غرف، يعني بتحكي عن الحياه البريه والبني ادم. اكبر غرفه فيهم او اكبر. الله، بصي الوان السماء الجميله. دي شعاب مرجانيه طبعا، زي الموجوده في مرسى علم وفي محميه راس محمد برضو في شرم الشيخ، من افضل اماكن الغرس. هنا الف ليله وليله، الف ليله وليله طبعا. فيها شغل حلو جدا، زي العرض الفرعوني، فيها من اميز فقرات التنوره في مصر موجوده في الف ليله وليله. وموجود برضو عندنا مطاعم واكلات جميله هناك، وموجود فقره السحر المميزه وفقره التعبين. يا كل ده انت شوقتينا كده يا استاذه كريم. طبعا لازم نروح. وده برده مسجد الصحابه، حلو قوي. دي الساقيه الموجوده في الف ليله وليله، ممكن هنا بقى في بيبقى ركوب جمال وخيل، وممكن نقف نتصور للاطفال، حاجات مسليه جدا. الاضاءه جميله. نفس اللوكيشن، الف ليله وليله، مكان حلو قوي، يعني هنقضي فيه وقت جميل. القاعات الموجوده دي برضو جوه، والقعده الجميله بالليل مع دي الأمور. ممشى جميل ده. ممشى. صح؟ لا كده؟ ده احنا برضو لسه في الف ليله وليله، ممكن بقى نطلع كده في رحله السفاري. طبعا رحله السفاري متقسمه لجزئين في شرم الشيخ، في وقت الغروب وفي وقت الصبح بدري، بيبقى جميل الموضوع، وفي جبل صدى الصوت، وبيبقى الجو حلو جدا. شرم الشيخ جواه معتدل قوي، يعني مش ساقعه. لا لا، شرم الشيخ صعب، يعني ممكن شهر واحد في السنه اللي تلاقي فيه الجو فيه بروده بالليل، بالنهار بيبقى الجو جميل. تمام. نفس الموضوع، احنا كده في السوق القديم او شرم المايه زي ما بيقولوا عليه. السوق يعني القديم ده بقى ايه؟
ما هو ده المسجد الموجود في السوق القديم، الاولد ماركت او شرم المية زي ما بيقولوا عليه. ده موضوع كبير يعني، ده موجود احنا كده في العرض الفرعوني، في العرض الفرعوني اللي موجود في ألف ليلة وليلة. بصي القبب والزغرفة بتاعتها طبعا شغلها جميل جدا. طبعا دي زي ما قلت لحضرتك لون المية كمان، جزيرة، دي جزيرة اورنج الموجودة في الغردقة، دي بتضاهي في جمالها فعلا. مجموعة جزر المالديف جميلة جدا فيها طبيعة خلابة يعني. لا فعلا مظبوط. بس بقى نتكلم عن السوق القديم شوية لانه هو مكان قريب ليا قوي. السوق القديم ده موضوع ممكن نروح هناك نشتري بقى من هناك، بتحسي ان انت في مدينه عاديه خالص. السوق القديم المستوى فيه والاسعار فيه في متناول الجميع. ممكن بقى نروح هناك نشتري اشهر حاجه، التوابل. التوابل هناك جميله جدا جدا جدا. وسعرها يعني ايه؟ طيب سعرها في متناول الجميع، زي بقول لحضرتك زي ما تكوني في القاهره او اسكندريه. كل حاجه في السوق القديم كده، ممكن نشتري كل حاجة احنا محتاجينها. المكان هناك يعني حيوي جدا والأسعار فيه في متناول الجميع. وممكن تلاقي نفس الحاجات اللي موجودة في جنينة مول اللي موجود برضو في شرم الشيخ وبأسعار تانية قليلة، بأسعار أقل. كل حاجة، مطاعم ممكن نروح ناكل هناك برضو بسعر مش كويس. عالية التكلفة يعني، كانت أشهر حاجة. لا مش عالية، أنا أكلت هناك كان في مطعم مشويات، كان الموضوع بصراحة جميل والجو هناك جميل يعني. طبعا طبعا. استاذه كريمان، كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه اجمل اماكن الغطس في مصر؟ يعني كتير بقى. هنبدا لحضرتك باشهر حاجه واخطر حاجه. اخطر حاجه، اخطر حاجه ده اصعب حاجه ممكن اي ايوه عشان استاذ ابراهيم خلاص تمام. البلو هول او بيسمى بالثقب الازرق. ده وضح لنا بقى واشرح لنا الاماكن للغطس. طبعا مكان صعب. اولا هو عمقه 130 متر والنفق اللي فيه نفسه عرضه 26 متر، كبير جدا. بس هو فيه يعني اسماك نادره الوجود، وفيه كمان شعب مرجانيه مش هتلاقيها في اي مكان تاني. ده اشهر مكان للغطس موجود في مدينه دهب. مش يعني اللي ينزله لازم يبقى حد بروفيشنال قوي، ولازم يكون معاه غطاس، ما ينفعش لاي حد ان هو ينزل يغطس فيه. عكس مثلا اماكن تانية موجوده هنتكلم عنها برضه زي حمايه راس محمد، برضه مش لوحده بس مش خطر نفس الكلام كده. ده صعب لان انت بتاخد مفروض سيرف طويل عشان تبتدي تنزل العمق، وعلى قد ما تقدر بتنزل. طبعا بيبقى صعب قوي على اي حد ان هو ينزل 130 متر، حاجه كبيره جدا. طبعا بما انك بما حضرتك ذكرت دهب فكلمينا عن دهب شويه بقى. لا دهب، من جاء الى دهب عقله ذهب، دي جمله شهيره. زي ما انت حضرتك، دهب فيها اماكن غطس كتير مشهوره زي ما اتكلمنا على البلو هول، كمان في 3 بولز. مش هننسى الناس بقى اللي بتخاف وبتحب تعمل سنوركلينج بس كده زي طبعا انا بحب اعمل سنوركلينج بس. بيبقى موجود هناك كده الشعب المرجانيه والصخور، صنعت زي ثلاث حمامات كده طبيعيه زي حمامات سباحه، بتشوفي منها كل حاجه، تلبسي نظارة البحر وتبتدي تشوفي بقى الحاجات الجميلة اللي موجودة هناك. بس دي ممكن حد مبتدئ عادي ينزلها لوحده، ممكن اللي مش عايز يغطس بينزل في المكان ده، اسمه 3 بولز، مشهور جدا برضو. جربتيها انت؟ طبعا رحت هناك وقعدت هناك وعملت رحلة سفاري حلوة يعني. ده من اجمل المدن، مدينة صغيرة وجميلة وفيها طبيعة جميلة. وبرضو في حاجة نسيت اقولها لكم موجودة في دهب، اللي هو قبر البنت، ده مكان للغطس. ده بقى عايزين نعرف ايه كبر البنت ده. هو كبر البنت ده مكان فيه برضو حاجات نادرة من شعب مرجانية نادرة وحاجات جميلة، بس هو ليه حدوتة كده. ليه بقى اسمه كبر البنت؟ الاسم ده بردك هو فيه قصة بتقال، طبعا محدش متأكد من الاسطورة. اسطورة يعني أسطورة. مش حقيقة، فيها دراما كده رومانسية. اسطورة مش حقيقة يعني، مش متأكدين هي حقيقة ولا لا. بس طبعا دهب ليهم عاداته وتقاليد ليهم عادات وتقاليد خاصه بيهم كده. طب قبل الاسطوره كنت عايز اسالك، تقدري تكلميني على السياحه الاستكشافيه الاستشفائيه؟ الاستشفائيه والاستشفاء البيئي. طبعا طيب خلينا نعرف كبر البنت الاول. لا انا عايزه السياحه الاستشفائيه. لا خلاص انا قدامنا دقيقه هقول لكم الاثنين تمام بمختصر كده. بسرعه. هو قبر البنت طبعا اتسمى كده لان كان في قصه اسطوريه اتقالت ان في بنت، كان في شاب اجنبي عايش في مدينه دهب، وفي بنت كان عمرها 12 سنه وقعت في غرامه
فالموضوع طبعا بالنسبه لده في تشدد جامد جدا في العادات والتقاليد بتاعتهم. يمكن دلوقتي الموضوع بقى فيه تحضر اكتر، وطبعا اهل دهب ناس جميله جدا. فهي البنت هربت من البيت وراحت للشاب ده، واهلها طبعا عرفوا وحاولوا يرجعوها، فرمت نفسها في البحر فغرقت هناك. فدي القصه اللي اتقالت عليها موضوع قبر البنت. يعني بالنسبه بقى للسياحه الاستشفائيه، طيب احنا للاسف وقت الحلقه خلص، انت نورتينا النهارده. شكرا. والوقت استعجلنا، بس ان شاء الله حلقه تانية ونكمل ان شاء الله. ميرسي خالص استاذه كريمان، كنت سعيده معاكي، قصتك جميله وشرفتنا ونورتنا النهارده في البرنامج استاذه كريمان. الله يخليك. كنا حابين نكمل معاكي، بس ان شاء الله نكمل معاكي وقت تاني ان شاء الله. حلقه تانية ان شاء الله. نورتينا، متشكره جدا. بنوركم.